مصر انضربت بالكوليرا في عهد الخديوي اسماعيل. الناس عماله تموت باعداد رهيبه. اول يوم مات ناس قليلين، تاني يوم مات ناس كتيره جدا. تعرف الخديوي اسماعيل عمل ايه؟ اخذ اليخت المحروسه وراح طالع في عرض البحر وقعد هناك واستنى لحد ما الدنيا تتنظف وخفت الكوليرا، راح راجع عادي تاني. امال ايه؟ من زمان بيعملوا فينا كده، من زمان. انت فاكر النور بيتقطع عن السيسي؟ فاكر التكييف بيقف عنده؟ فاكر الخلاط عند مدام انتصار ما بيتقطعش فيها الكهرباء؟ طول عمر حكامنا كده ما بيحسوش. ارجع للتاريخ، ارجع للتاريخ، تلاقي الخديوي اسماعيل اخذ اليخت وظل في عرض البحر ايام ملوش علاقه باللي بيحصل في مصر. الجاليات بقت تهرب، القوارب كل يوم البحر المتوسط كانت بتاخد الناس وتقزح، وسايبين المصريين يتضربوا بالكوليرا. للاسف شعوبنا كلها على نفس المنوال. الشعب في السودان هرب مشي، الشعب في العراق بيخبط في بعضه، الشعب في سوريا الشقيقه ماشي عمال يدعي ربنا انه يخلصهم من بشار زي ما خلصهم من حافظ، فطلعت مراته هي بس كانت لابسه متنكره. الشعب فين؟ في الجزائر، في تونس، في المغرب. الشعوب العربية أو شعوب الشرق الأوسط لها قدرة على الصبر والمرونة والتكيف مع الوضع الاقتصادي والسياسي. الشعوب العربية كلها مستنية التدخل الإلهي عشان ينقذهم من حكام فسدة وأنظمة مستبدة، بس هم ما يتحركوش، هم ما يعملوش أي حاجة، لأنه الشعوب العربية بتبص إن الفاتورة هتبقى كبيرة قوي. إنما أنا مستعد أدفع الفاتورة دي على فترات، يعني يقرفني الحاكم ربنا ياخده، ياخد من أموالي ربنا يشله، يضيع مستقبل ولادي ربنا ينتقم منه. فترات طويلة بدفع الفاتورة وهدفعها، إنما ما عنديش استعداد كشعب أدفعها مرة واحدة. على فكرة ناس كتير لاحظت الحكاية دي، منهم العبقري نزار قباني اللي قال لهم في القصيدة المشهورة بتاعته: لا تلعنوا السماء إذا تخلت عنكم، لا تلعنوا السماء إذا تخلت عنكم، لا تلعنوا الظروف، فالله يؤتي النصر من يشاء وليس حدادا لديكم يصنع السيوف.